صالح، بس هتستفيد ايش بالرسم من غير ما تقرا ولا تكتب؟ قول يا شيخ حمدان، العسكر ما بيعدوش من هنا؟ ما باخد بالي. غريبة، يعني بيعدوا عليك وما بتشوفهمش يا شيخ حمدان؟ أنا شفته. تقدر تفتكر الرقم اللي كان على العربيات؟ صالح ما أدري كيف يقرأ ولا يكتب، لكن أعرف أرسل. مدهش. الراجل اللي اسمه مكاوي هذا بيشتغل معاهم. ناس بيقولوا مهرف وناس بيقولوا مع العدو. شالوم. شالوم مكاوي. شالوم مكاوي. شالوم. مستحيل ولد في السن ده ينفع في شغل المخابرات. ايه رأيك ترسم لي كل حاجة تعدي عليك، وانا من ناحيتي هعلمك القراية والكتابة. في معلومات ان المصريين بيحاولوا يقوموا بعمليات هنا في سينا. سينا دي بوابتنا لمصر كلها. لازم نحذر رجالتنا ونمنع الهجوم ده بأي ثمن. مش هياخد. استنى يا ولد. فعلا مستعد ان اذهب الى اخر هذا العالم.